بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يبدو أن هناك التباساً. أنبئت أنني سألقي القصيدة بعد الإفطار، ولكن بما أنهم قدموني وهذه تكرمة ولا يرد المرء تكرمته على أخيه، ولأن الوقت أيضاً ضيق، سألقي قصيدة منازل الطغاة. فكما أن للقمر منازل، يبدأ القمر صغيراً ثم يكتمل ثم ينتهي، وهكذا الطغاة يبدأون صغاراً ولكنهم أيضاً ينتهون صغاراً. فإلى طغاة العرب، إلى الذين ذبحوا شعوبهم هذه الكلمات: فر مثل جوعك كالرخيف الحافي، واصرخ لتصحو في القبور غوافي، وارفع لواء الصبح في حلق الدجى، واترك دعاة الخوف والإرجاف، ركع طغاتك إنهم لم يركعوا إلا لأمرك على الأكتاف، ركع طغاتك إنهم لم يركعوا إلا لأمرك على الأكتاف. اليوم يستجدون عطفك والرضا، ما عاد خوف الحاكمين بخافي. من ذا يصدق أن من غدوا يستعطفون الشمس، لكني أرى زعماء أحتاج إلى عرافي. فافقد برمح الحق رمي عيونهم حتى يروه بين الأوصاف، واملأ ثرى الحرية الحمراء من دمك الطهور الثائر النزافي. فرعون مصر إذا قضى فجذوره في الأرض.
يا